بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشعر كان من لدرسي بيشودا توضيحي جزئي دان تازن على مواني بلان دان خوين مواني وفقط يتر دسينا سر شرحك. بسم الله الرحمن الرحيم. وابن المعرف المناود المفرد على الذي في رفعه قد عهدا، وانو انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجر مجرى ذي بناء جددا، والمفرد المنكور والمضافة، وشبهه انصب عادما خلافا، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يلل ابن علما أو يلل ابن علم قد حتما، وضم أو ينصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويذ وشذ يا اللهم في قريض. معنى شركان من لدرسي بيشولا قد إسيا وكما بإذن إخوة قولها توضيحاتي والشعرانية لم درس دا خواه بشتبان به تكميل يكين بالا زرتشك يقول لحظة شتيكم دويس أقر ويدو زم أنا بخشتكم نصيبه. بلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وابن المعرف إما بالعلمية أو بالقصد المنادى المفردة لتضمنه معنى من معنى كافي الخطاب على الذي في رفعه قد عهد. الله بسم الله الرحمن الرحيم أفرمي مبني بك اسمك كمعرفة بوا وقت اللي بيتم منادى ومعرفة بك بمبني جا كمعرفة بونا كي دوبا شيء أصلا بعالميته يا بقصته يعني كي بقصته مثالك آوا بيننا ولنا ديوخانة إذا كوم الله بيها يولين هيت جانبوتو أشنانين تو قصت ديكي كانا ما بس ديكي كانا رولو أكيتو قصي لغالا دكي أو أوكستو هرتن ناوي نازاني ونازاني كوريشي ونازاني خلقيشي وشناختك اللي سرينيا بلان بو ما بس ديكتو بوك أغا هاتو قصي بو دكي وتماشا دكا وتماشا دكي وخلاصي كلام موردي خطاب واقع دبي بو جنابت أبو دبي دا معرفة بو جنابت أو قص منظري أويا بس مبني بك منادايا كمعرفية اسمك معرفة كواء المنادى المفردة محل منادى واقع دبيه دبيت منادى وبلان مفرد شجه مفرد ليرة دا هميشة لبابي اسم لين في جنسة ولبابي منادى دا بيقمان بلو دا مفرد لبرابر شي بمضاف ومضاف دادت وقت مفردة تو مبني بك جا مبني منكشي ضلال سر شيستي زوت ساكا أرزي برادري خومكم دليل كي أوي أبو خوي دالي دليلي مبني بونا كي إما بيشتر بحث ما نكر بتما ناغا لهر شوينك دا لهر كاتيك دا إما ديت من اسمك مبنية لسر حركة سي سؤالي لسر دروز دفد يك أولا بو مبنية أما بحثك تقول لي بو مبنية أما مطلبك باش ولو لاوة بو مبني نبوة لسسكون مبني بوة لسر حركة دو سي بو لسر مثلا حركة فتح مبنية لسر حركة ضم لسر حركة كسر بو لسر عنا مبنية إيسا ليردا دقيقا أم سؤالانا ليردا جيغانو يعني أمس سؤالة بو إما دروز دبيت باش أفرمي
فقط ئەومان بۆ دەڵێ کە دلیلی مەبری بوونەکەی دووەکانیکە بۆ مە بەحس ناکات لە وقتەدا. ئەم بەڕێزە دەفەرمێ لتەضەمونه مانا کافی الخطاب، لەبەر ئەوەی معنای کافی خطابی لەخۆ گرتووە. چۆن معنای کافی خطابی لەخۆ گرتووە؟ دقە فەرموو. ابن هشام دەفەرمێ منادای مفردی معرفە شەباحەتی هەیە بە زەمیرەوە لە سێ ڕێگەوە، لە سێ جەمسەرەوە شەباحەتی هەیە بە چی؟ بە زەمیرەوە. باش، یەک ئیفراد، دوو تعریف، سێ مانای خطاب. و ابن النازمیش هەر ئەو شتە دەفەرمێت. زۆر چاکە. مەسەلەن ئێمە دەڵێین یا زەید و مەبنی لە سەبەب مەبنیە. باشە، مەبنی بوونەکەی دەڵێت چونکە شەباحەتی هەیە بە زەمیرەوە، یا زەیدوو وەکو وایە تۆ بەرابەر زێ بڵێ ئەدعوکە، ئەدعوکە، یعنی ئەم یا زەیدوو ئایلێردا ئەبەو جۆرە دێڵێ، یعنی وەکو وایە گوتبێتت ئەدعوکە بۆ ئاخاداوە گوتبێت. پس شەباحەتی هەیە بۆ کافەوە کەچیە کە زەمیرە لە چیەوە؟ یەک، کافەکە ئەم مفرەدە مزافشی بە مزافنی ئەویش وایە، کافەکە ژوایە. دوو، زەید معری عزیز نم، کافەکە زەید دەڵێن عەفوو لە پێش گوتمان کافەکە کە زەمیرە لەوێدا مفرەدە. باش، دێزەری مفرەدە. کافەکە معریفەیە، دێمش معریفەیە. کافەکە معنی خطابی لەخۆ گوتوە، دێخۆ مش معنی خطابی لەخۆ گوتوە. چاولێ دقیق. و ئەمجا کاف ئیسمە و زەمیرە و مەبنیە، و دلیلی مبنی بوونی کافەکە خۆ هەرچەند ئێمە لە ئونموزەدا خوێندومان و تەوضیحشمان داوە، دەیباتە سەرێ دەڵێ شەباحەتی هەیە بە کافی خطاب. و شەباحەتەکەی ئەلبەتە شەباحەتی وەضعیە لە ئەسڵدا، هەرچەند لەوێدا بەنەوەی شەباحەتی مانەیش هەر دەگونجێت، چونکە کافی خطاب کە لە زاکەدا ئێمە مولاحەزەی دەکەین مفردە، معرفەیە، تەک حەرفە. ئەمیش هەروەیە کافی ئیسمیش، کافی زەمیریش هەروایە. بەرحاڵ لێرەدا شەباحەتی هەیە بە زەمیرە لەو سێ جەمسەرەوە. جا ئەمجا عەرزی جەنابت دەکەم، ئەم سێ شەباحەتە ئیفراد و تعریف و مانای خطاب کە شاریح بە سێوەمیان ئیشارە دەکات، ئیفراد و تعریفەکەی ناڵە، بەڵام دەڵێ لتەضەمونه مانا کافی الخطاب. ئاوتیکان ئەفەرمێ ئەمانە عەرزی جەنابت دەکەم، دەڵێ هەم ئەمری لەفزین هەم ئەمری مانەوین. چۆن؟ ئیفرادەکە ئەمرێکی لەفزیە، واقعان وایە، بەڵام تعریفی خطابەکە دوو ئەمری چن؟ دوو ئەمری مانەوین. زۆر باش. بەڵ، زۆر باش، ئەوە ئەو مەطلەبە. جا ئەمجا وەبنی لەسەر چی؟ وەبنی على الذي، على متعلق بابنه. منادايا كمعرفه و عرزي جناب الدكم مفرد، و ام منادى مبنيك لستي مبنيك. باش، مبني بك على الذي في رفي قد عهد، يعني مبنيك لسحرك. زرتك ليردا اجر يا مدبينين لواقدا لم بشدا کە ئێمە دەبینین کە منادای مفردی معرفە مەبنی دەبێت لەسەر حەرەکە، ئەوی لەسەتی لەسەر زەمە، لەسەر حەرەکە بۆیە مەبنی دەبێت. عولەما عموومەن تەوجیهیان ئەوە داوە، فەرموویانە بۆەوەی بەنەوعێک لە نەوعەکان فەرق بێ لە بینی ئەو ئیسمانەیە کە زاتەن مەبنین و لە بینی ئیسمانەشە کە زاتەن مەبنینین. ئەی چۆنن؟ والله مبني بونا كان عارزية. عموما او اسمانا كوا مبني دبن عارزي زناب الدكم لسر سكون، مبني بونا كان اصليا لسر سكون دبن، بلان ما قل لبر سببك مثلا وكو دافي التقاء ساكنين او تمبني دبن لسر حركة، بلان او اسمانا كمبني بونا كان عارزية بر اثر اشتيك كوا ديتا بيشوا او دي أولي ركان ده لواقع ده مبني ده كان لساسي لسا حركة بوي فرق بين
او مبنيانه دا كما مبنيون كان اصلي والبني انا كما مبنيون كان شتي عارضيه زور باشا باشان ارزي برادري خو مكم وامجا كما مبني بن لصلم كما مبني بو لصلم وكو هل قبلو بعدو اما نجد ام بحصمان هل هي اما كأواني جي مبني لسجي لسل واقع لصلم مبني مونا كان وام لبيلا محقق يرضي برحمتي خوابي او اواد فرمي همبو قبلو بعدو همبو من ادم فردي معرفة فدا فرمي مبني مونا كان لصحركا او ما نيما قلت كقوتمان بو يفرق بين مبني مبني والاصل مبني العارس طب انا ضلي بو اويك بزاندري امانه ريشان لاعراب داهيه واقعا واش زيد كلمته يا زيدو واقعا كاك ريشه لاعراب داهيه زول باشا وكما بنيش دابا لا صدم امجا اما ضل انه اي جبرانا بقوي ترين حركه كضمه جبراني عرزي زناب الدكم او بابته دبيته بو اوان مثلا استي كلمه كوكو زيد كذاتا معرفه عفو كذاتا معربه لاصلي خويدا استي بر اثري بيش عمدك بوتا مبني دوچاري ضعف وسستيو ناتوانيك بوهاتو الى واقع دي اما دمان هوي او سستيو او ضعفي كبر اثري ام بابته بو يهاتو دو بيشوا بو يقربو بكينواني بچي بو يقربو بكينواني زور چاك والله بشتي بو يقربو بكينو كاكا جا قويتين الحركة بيگيش كتيا كزمية واقعا مطلبك زو زو جالب وزو زو تيا ريكو بيك دور باش و پاشان دفرمي دو ام توضيحية افرمي مبني بك على الذي في رفيق العيدة لسر او حركة مبني بك كلا رفعي او منادي مفردة دا هي رفعه بو معرفي منادي مفردة ستاني مبني بك لسر او حركة كلا حالتي رفعي او منادى معرفة يدا لحاطي رفع كيدا معهود وبوي لي زاندراوا وش اوي كزاندراوا لحاطي رفع كيدا تشبوا يعني امر لسو مبني يعني تي يعني ايما دلي اساسو بايمان بنرتي كارمان بوتي بو مبني بو مبني بوني منادى مفرد معرفة لسا حركة اساسو بناغي كارمان حاطي عربي كيدي الين ام يا زيدو بفرض مثال يا عمرو مثلا يا عثمانو يا محمودو يا احمدو هل كامل معنا كتو ديالي الين كاتب دبن بمبني منادى دبنو منادى مفردي معرفه دبنو مبني دبن الين مبني كان لسرشي الين كاك امانه ورا صورتي اصلا كان بيش فرض كان كتي صورتي بيش فرض كان رفعيا الأجر زيد معرب به لحالتي رفع أداء قرار بقري رفع بتشيد به ولا بزم ده به مبني على صلاة مش باش أجر أم منادى مفردي معرفة مفرد جثمان لبرابر تصنيف جمع أنا لبرابر مضاف شبه مصاف ده أم منادى مفردي معرفة أجر تصنيف بوشي بس هم حواليك إنه بحالتي أصلكي باش حالتي أصلكي تيا قربان أو كاتا أجر معرب ومعرب ومرفوع برفع بتشي ولا رفع بألفة ضلني يا زيداني مبني على ساتي لصر ألف كألفة كلي رداء ابن هشام شتيكي هيك يا ستوابيكم دو أم توضيحها وأم منادى مفرد معرفة جمعة جمع مذكري سالمة وكو زيدونة باش دي دلين أميش حوالا كينو بحالة أصلا كيكا حالتي إعرابية كيتي أجر زيدونا معربية تقدكي زيدونا معربية باش باب الجن باش زيدونا معربية مرفوع بيه رفع باتشي ولا رفع بواهو إيه سجمة دي كان لساسي لسواهوك جاء أمزا ابن هشام هزار رحمة لقبري أفرمي يعني أوي كمن برداشت من لفل ما يشتكي أو برازة كردوا بلاي او خوشه ويستوايا اعراب اعرابي اصلي من هي فرعي من هيك بيدلنتي اعرابي نيابتي ظاهرا امبريزا لشرح شذور ده دقيقا هل او كاريبو ايما كردو دقيقا هل او كاريبو ايما كردو ايوش تشاو كاركا كردوتي
كدفرمي معرب اسمي معرب إعرابكي أصل إعرابك شي نيابتية الرجل مبنيش أو كاري كدو مثلا الله مبني لسر فتح ومبني لسر نائب فتح مبني لسر سكن ومبني لسر نائب سكن مبني لسر ضم لسر نائب يضم دليل دا يا زيد مبني لسر ضم بلان يا زيدان يا زيد مبني لسر لسر نائب يضم أما مطلبك زرت شاكا وأنجا مطلبي شي كما مثلا دلين يا زيدو يا زيدو هذا لك يا زيدو يا زيدان يا زيدون اما اجا بيرسيال بكريت بيرسيال بكريت او بو زيدان زيدون خو لحالتي عربيه كان دا الي كي بيو بو و ايوني بو بيويني او عرزي برادري خو مكان دليلك اي او علماء دلن بووي اجتماعي دو أداتي تعرفنا به همزة ألف كي ليا كنوان ألف لام كي ليا كنوان ألا كي ليا كنوان بس بلاي بره لعلماء دلن يا زيدو دبيتا نكيلو باشان بني داكا دي كنا معرفة بو أوي تعريفك كبا علم دروز دبيو تعريفك كبني دا دروز دبيت كون ابنو يعني دو تعريف لسالي زيد كون ابنو بلان زاهلين أم قصة غلط زرت شاك مثلا بو چونك اگر او بكينا اساس يا زيد و زيد بكينا نكيلو پاشان بني داكي بكينا معرفة ليا هازا دا اشكال رودة دا بو چونك اسم اشارة بأبدي بأبدي نابت نكيلو بس او غلط اي جواب تيا ولا جوابك اويا كبالي ليرا كان دا كألكي ليدا كيناواني لبر اوني بكينا بنشيلا اي لبر اوي اجتماعي دو دانا تعريف دروز نبيت دي كابلا سؤال لك دي خوما دو تعريفي تدايا تعريفي شان يا زيدو تعريف بني دا حاصل بتعريف شان بعلميتها اما الين كاك اشكاليتي داني تعريفي ندائي وتعريفي علمي اشكاليتي يعني يعني قابل جمع بو الين اوي كوا مرفوزة لأدبياتها اوي كوا داني بينن دراو تأيدنا كراو برسمين ناس راو دو تعريف كبا أداتا وبن دو تعريف كبا أمراض أداتي خوان حاصل ببن اجتماع كان غلطة مثلا يا الرجل غلطة ليرا كان لا تعريف بياك حاصل بك يا أو آلتي تعريفة تعريفي كي لا بألك حاصل بك ألكتيا أيش آلتا بس اجتماعي دو تعريف كدلين قابلي قبولني أو كاتك كدو تعريفك هل يكان بآلتك مخصوص حاصل ببي أي أويك بآلتي خوي بآلتي مخصوص حاصل نبو إشكالي تدانيا بس يا زيدو هيتش شيكي تدانيا على كمان بويلك دو تانيا كالبلوي أو اجتماعي دو آلتي تعريف كألك وياك روندا أمش جوابي أو مطلبي باشان أرزي برادري خو مكم أويك إدامي دين ما هو أويك إدامي دين دفر مئم زواني أي قدير انضمام ما بنوا أو حكوا كما في العمدة قبل النداء كاسبوه طلته منادى مفرد معرفة كرا مبني باش زرت ساكا ديكاك اسمك من هي اسمك مبني أبو خوي أم زواني ديكين منادى مفرد معرفة أي أي بيتي لبكين مبني كين لستي لستي علي تشاو ما ها؟ ألنا وينو أي قدير مقدرك مضمون بوني اسمك كوا بنو أو حكوا مبنيان كدويانا حكاياتيان كدوا وكل عمدة داحت يعني بجي قيدي لذلك دلب بنو دقيقا أما طلب دليل عمدة دا ككتيبة شكي مصنف واتا ابن مالك هزار رحمتي إخوائي لبي أو لذا دفرمي حكوا آوة يعني بيجمال مطلب كذا بتدود على مطلب بس اسمك أما يقصك اسمك كمعرب كبوب من هذا المفرد مبوب من هذا المفرد ما أعرف من بيلا صدم باش بلام بلام اسمك كبيشتر مبني بوا أي سلب كان كذا كنا من هذا لونوي أي قدير مقدر كانضمام ما بنو مضمون بوني
مقدر كان مضمون بوني اسمك كوان مبنيا كردو يعني أو حكو كما في العمدتي دوشتن يعني حكاياتي عن كردوها وكو مثلا أم بحثمان وأزانم لأوائل يمسيتها لشوي نكاك من لبيلو نمالي شوي أبو كمحكي آية مبنية يعني مقتضاي أم فرمايشتا أو يكوكو ميرسي شريف ده فرمي اسمي محكي مبنية بوي أرعب كلمة التقديري تقول لي لا تساك أو وكو سيبويهي تقول لي سيبويهي أما بمجورة حكايات كلا وكوا علمي علم ومركبي مسجية أو وأزانم أم بحسي محكمان لشوينك أخوين بخبلان أزام لعلم أبو لشوينك أبو وأزانم خوين من أقد دواتر جبيرم كتوس مراجعة كم وبي إلا شوينك توضيح من دعوة أو بابتايا لە پێش مەبنی بوونەکەدا لە پێش مونادا بوون یعنی پێش ئەوەی کە ببنە مونادا مەبنی بوون ئەفەرمێ ئەو سوورەتانە کە چ حیکات بن کە چ حیکات حاڵەت حیکات بن یەچ ئەوە بێکە مەبنی بوون پێش ئەوەی ببنە مونادا ئەفەرمێ وەنوی مەزموم بوونی ئەمانە مقەدەرکە وەکو یاسی بەوەی اختلاف كثير أبو محكي اسمي محكي آه مبنية يا مبنية أويا برك ده أقول الله عربي تقديرية تواتريش تماشاكم لشوينة كبحثك من لكر برك ده لأنها هر مبنية وكو يا سيبويهي إسا سيبويهي بيش أوي كوا إما بيكين منادا خوي مبنية ده يا سيبويهي دخوينينا وبس ظلن يا سيبويهي لا تقديرا مبنية لصبم أو دخوينينا وكاكيون أما تعود تعالى أما يك بحسيك وليجرى مجرى زي بناء جدد ألا بحسيك هنية بلان جوري كدبي ربتي ديتو بو قسمتي بيشو وليجرى مجرى زي بناء جدد فليحكم عليه بنسب محله أترى ما شوينكي قرانا بلا شوينكي قرانا أما طلبا دو صورة الله قرانا أوكي الله بعد جاري ببي وقت جاري بوني اسمك كوا بتعزقي ببي تمبني تقول لي يعني لو دا كل محل منصوبة خالي رزم لبي يعني أما معناها قاو حلق لي أو اسمه كبيش أو ببي تمنادا مبني بوا مضمون بونكي مقدر كام وبا جاري ببي مطابق ببي جاري ببي بنوعي اسمك هو تازة مبني بوبيت يعني چي يعني زيد كمعربة وقت اللي بيت مبني للفظة مبني لبدا صلم أي لمحل منصوب لبي فليحكم عليه بنسب محله فليحكم عليه بنسب محله يعني او مبني بوني بيج نداكي بو ما مهم نيا اني دلا علي روا كي عكيدة تسر حساما لسر ويا باري لفظ يكي نيا بو تون كاو بخوي مبني لسر كاسر وكو سيبو هي دلين زميتي تقديرا لآخر كيدا مبني لسر زم تقديرا ومحلكش محل نصبيا يا دلا باجاري ببيت بيادة ببيت مطابق ببيت بنوعي مطابق بون بو اسميكي تازة مبني استيوكو زيد كدبيت تازة مبني چون دبيت ولا لفظة مضمومة اي لمحلة ولا لمحلة منصوبة اميش دل زمكي بو مقدرك فليحكم عليه بنسب محلي با حكم بكري بسيري دا بمنصوبوني محلكي اما توجيهك اما توجيهك كما نم توجيها بلا وجوانا واحتمال شي هي وكبر رجل شارح وان توضح دا وكمان او احتمال مزو بلا وجائز يعني نعلم غلطه بلا بي ام دوره برك لشارحين الفئه وان معنى كل كم بس بل وليجرى مجرى زي بناء جديد تي انا جاري مجراكي اويا لو داك يعني وكو تشون كدروز به تابعكي مرفوع بمنصوب به خربتي بوين يا إما دلي منادى مفردي معرفة وقت التابع كي بو ذكر ذكر تابعك وكو صفة مثلا ذكر باري لفظ ذكر لنزل بقري مرفوع بكي شون كمنادى مفردي معرفة مضمومة للفظ ده ذكر باري محل كي لنزل بقري شون كمحل كي منصوبة بلا واقعا
ئەم وەلیوجرە مجرازی بناائین جدیدە ئەمە بەوە ناخوا وە سیوتیش ئەوەی بەلاوە قەوی نەبووە فەلی حکەم علی بن نسیم علی ئەمە جالبە یعنی ئەو ئیسما کە پێش ئەوەی کە پێش ئەوەی ببێتە منادامە بنی بووە ئەڵێ حکمی جە دەڵال حکومەکەی کاکە وەکو ئیسمێکی تازە مەبنی وایە یعنی چی ینی لە تەقدیرە مەبنی لە سەڵدەم ئەی مەحلەکەیەوە مەحلەکەشی نسبەیە چونکە منادای منفردی معریفە مەحلەکەی نسبەیە بۆ چونکە مەفعولی بیهێ لە ئەسڵە زۆر مەطلەبێکی جالب و وردە لەوە پێدا ئەتاوە بتایرە یعنی ئێمە لەم نوسخەی مندا تا ئێرە پێنج خەتمان خوێندووە وە شاید کە کەسێک گوێ بگرێتەوە ئیرادمان لێ بگرێ بەڵام نەخوە قەنجە ئیراد نیە ناتوانم گزەشت کەم تێپەڕم لە حاڵەکە تەرەف حاڵی نەبێت وما تعقیدم ئەم سیوتە وا تدریسم کردووە ئەگەر کەسێک گوێی لێ بگرێتەوانێ و بە دڵ ئاگای لێبێ و وە یادداشت بەداری بکات لە مەتالیبەکان و ئەمجار لە سەدەدی تەتبیقی ئەم مەتالیبە دابێ کە لەم کتێبەیە من گوتومەتەوانێ بێگومان کێشەی نەحوی بخۆی پێ حەل دەکات ئیتر زیتەڵە دەبێتەوانێ لە نەحودا کاری باش دەکات لە واقعدا لەچەکە پاشان والمفرد ئەمە تا ئێرە منادایك مفردی معرفە چ ئەوەڵەکەی عەلەم بوو بێت معرفە بوونەکەی بە عەلەم بوو بێت چ بە قەسد بێتە کە بەڵەن نەکری مەقسوودە ئاوە منادای مفردی معرفە نەکری مەقسوودە لە لەف ئەمە مەبنی لە سەڵەم و ئەمانە حکمی عەرابیان نییە ئەمجا بەقیەچی ألا هو المفرد المنكور الذي تساوي لي لم يقصد مفردك كنكيره بيو قصي تيدا نبي يعني هل نكيره بيو نكيرك مقصودي تو نبي مثلا بلا وقول وكي كا بحث ما كنت أما وانا بيت مفرد دوباره بلي ردا مقابلي مضاف وشي شبه مضافة باشا هو المضافة أما منادي مضاف وباشا هو شبهه منادى شبه مضاف انسب منصوب ياك يعني امس انا منصوبك يعني تي انس انا منصوب يعني امانة معربا امانة مبنيني بلى عادما خلافا معتدا به كحالي توايا عادمي خلاف يعني خلافك كاعتباري في بكريت اتو او خلاف لبين دبل يعني او خلاف الوجودينية وكو يا غافلا والموت يطلبه يا عبد الله يا حسن الوجه تقول يعني خلافك كلي ردا اعتباري في بكري بمعنى اني خلافني خلاف هي بل خلافك واعتباري في بكري يعني تو وكو معدوم نبو حسابي بودكي اما صبيكي مثالي اول يا غافلا اي كسك كوا غافلي ومرك داواي اكات اما وكو مثلا واعزك لسر منبر ويستاو قصي جورا جورا دكاو بام جورا بانج لخوكا كدكاو اي كسك كوا دوتاري غفلت هاتو يو مرق بدواتايا تشاو لي تعلبا دي غافلا مزقوتك هزانا فريتي لا من لا مزقوتك هزانا هزانا فريتي لا جمعة دكم ام عبارتا ظلم منظور مكسيكي خاص نيا فزمان نكيلي ونكيلي غير مقصودة لفظا معربا منصوبة باش منادى مضاف وكو يا عبد الله أما ألبت بشرتك على النبت دقيق تبي أوش اللي حال بي أما طلبة تبي بلي لا يا عبد الله كعلم نبينا كعلم بونا أون يكاكي من وباش شيء مضاف يا حسن الوجه شيء مضاف بيقومان بيشتر خندو معنا شيء مضاف باسم يدلن ك ارسي برادري خومكم ك نقشي تواوكري بيت وكو تشون مضاف مضاف اليه تكميل لكاو تواوي اكات امش ام اسم منادايا منصوبه بما بعدك خوي تواو بيت جا ما بعدك خوي يا مرفوع دبي قلنا يا منصوب دبي يا جار مجرور دبي تعلقي فيه ده بس يعني وكو يا حسن الوجه تقول لي باب الجن ما شي بها مصافة زرت ساك بلا يبد باري لبزي حسن إذا فكا برو وجه بلا نما إذا في صفة مشابه برو فعيلة كي بلا بلا با مضاف مضاف إليه أصلي دانا دي چونك إذا فك إذا في لبزي اللي ردا اللي تان تقنيت باشان وأجاز الثعلب ضمه أم خلافك دلي
وانصب عرزي جناب دكم عادي من خلافه، انصب عادي من خلافه يعني خلافه كسيوتي دلي يعتد به اعتبار بيغلي يعني نق او اختلاف نبي ولا دلي سالب اجازه ضمك يكتد يعني دروس منصوب بلا دروس مضمون مش بن او او ويا 33 اما شقي شوارما يعني تو وقتي اما بكار دقري لش صورتك دا مجموعي معطوف معطوف عليه دا كيف علم تركيبك دقتك تركيبك كبر جرفته لمعطوف معطوف عليه مجموعي معطوف معطوف عليه دكيتة دكيتة منادى أوش مبني لكي عفو منصوب لكي يعني معرب منادى معرب أصلا مبني نية وكو يا ثلاثة وثلاثين أما سوكي ثلاثة وثلاثين وثلاثون مثلا فرضا ثلاثة وثلاثون أو سيوسي زور باشا إذن من أم سيوسي ثلاثة وثلاثون دكا مناو بوكسيك ككدن بناو بوكسيك ثلاثة أولا كام سلي دكم منصوب دكم أي ثلاثين كعطفة بوسلوي أي مش منصوب يكم والله يا ثلاثة وثلاثين أعوى بس هم معطوفك كثلاثين وهم معطوف عليك كثلاثة بهدو ينسب منصوب صور بجي و باش أم توضيحية ونحو زيد ضم وافتحن من كل علم مضموم إذا وصف بابن أو ابنة متصلا مضافا إلى علم زور بجي قربان منادي هي المفرد معرفة تشريفي همة بركتي حاضر به منادي مفرد معرفة بغى علم معرفة دلي وقتك أم منادي مفرد معرفة دبت موصوف موصوف يعني شيء اسم موصوف يعني اسمك دارع صفات قربان إما صفتك دينين بوتي بو منادي مفرد معرفة باش بخير زود شك خيري بيو بيت مشتكي خيره وقربان أم موصوفة كمفرد معرفة صفة كمان ابنة باش لدواء ابنك شو علميتك هي شاولي واتا ابنك دبيتا صفة بومنا داك لعين حالج داك صفة بوي إضافة لكين برو علمي بعدي على أم منادى مفردي معرفة أخت دو جور دتواني ويخويني أكو أكو تي مثالك إيش ما بود الله يستر دلي ونحو ونحوك بمن كل علمين أول تفسير لك دتواني هرشي وكو دلي هرشي أوي وكو زيد وايا دقتك أوي وكي زيد دت مضموم بك يعني مبنيك على صدام وافتحنا مبنيك على صرف فتح لشودة لشودة أوي وكو زيد دت لشودة مبنيك على صرف فتح مبنيك على صدام بيد دلال دلال من كل علم مضموم إذا وصف بابن أو ابنة متصلا مضافا إلى علم زول باشا بخيرة وقتك أو زيدا ببيت داراي وصف ببيت موصوف داري وصف بصفتك كبود هندري ابني بو بهندري ابنتي بو بيت الصفات وام ابنيا ابنتا متصلا مضافا الى عالمين متصل بيت بمنادى مفرد معرفة كو يعني فاصلة لبين ابنك ومناداك دا نبيت اوا متصل بين يعني فاصلة لبين مناداك وكدبيت موصوف صفتك كابن نبيت وباشا مضافا الى عالم ابنك يا ابنتك كمتصله بمنادى مفرد بمنادى مفرد معرفه كوا لولا شو اذا فكره بالعالمتك لا تنين شرايط الى مناداك كمنادى مفرد معرفه قرباني تشاو كدم او تشلدك تلست مبني كده صار فتح تلست مبني كده صار سيده ظمش مطلب اللي رداد الله متصلا اما اللي بتحال ابن يا ابنت ديبون على متصليني چونك ابن وابنتا اما جاي سؤال جاي بالسيارة بوين قلتو قربان جوابي اما اويا چونك اسمك اما دودانا يعني زي الحالة كابن وابنتا ايوانيا دودانا متصلا مفردا جوابك يا هركاتك
اداتي عطف كمان او بو جائزه بمفردي اشتكى ذكر بكرت اي ترى خاله شو نكش على توضيح مداو هل بحسي ام وابزام عطف امانه بتوضيح مداو او وكو ازيد بن سعيد لا تهن اي زيد كري سعيد لا تهن زعيف مبا صست مبا اما بو ابن يا هند بن عاصم تاري باب الجن ويجوز في هذه الحالة حذف ألف ابن خطا دل لم حالة دا درستا حذف ألف ابن كيل خطا بستو لأدبيات عرب دا كدبيني دبيني مثلا قال فلان كس باجان مثلا فرضا عرزي زناب الدكم مثلا توضلي قال بفرض مثال محمد بن مثلا فلاني تاولي ابنك ك الفكي اللي حزب ولا بل اويا يعني مش بخوي بو بقاعده الى كتابته ابن هركات اللي بني دو على ما صورتي قد الفكي حزبك والله لا محاوله لا دوس حسي ابن الف ابنك ك الى خطا اوينا بل فسر ابن دخوينه نال ابن هاد ابن دخوينه انا بس أزيد بن سعيد أما دتواني بلي أزيد بن سعيد يا أزيد بن سعيد يا هند بن عاصم يا هند بن عاصم شرعت كاتبت تيجا ابن إذا فكرة برو علمي بعد ابن إذا فكرة برو علمي بعد أي ابن تسيلبكين ابن كذب يتصفة أي تسيلبكين والله ده الله قربان بو ابن لم صورة ده أو باشان باسي توابع ده لفصل بعدي ده أو بحثي أو جيايا بلا بحثي أو جيايا عرزي برادري خوما كم بلام أجي ابن لشريتي قراري قرد زور بي علماء ألان أي بمفتوحي دخوين يعني واتا تابعي دكي بو محلي منادى مفردي معرفك بلام زور تشاكا أخفش العربي شوى نقل ضمي نون ابن شكرته مثلا طلب سراو قتراو يا زيد بن عمرين على وكو قراءتي كسواك ضل الحمد لله الحمد لله بس ضمي نون ابنك اتباعك بيبانا وعقبوتي باب جان بو دالي زيدك يا زيد بن عمرين دي اتباع اخي خودلين لبيني دا لبيني دالك ونونك دا بيك دلن بيك چونك حرف ساكنه ساكن وكو علماء النحو السلف ده فرمون الساكن حاجز غير حصين مانع اغنيا فردي اغنيا ما ايجادي ممانعتك بس صحيحه اول شيء بلا لو كلا قران دام اليوم مثلا يا عيسى ابن مريم ابنك ومن بتيحته بمفتوحات ولا قران دا ولا قراتي شازونش ولا اخو من نمدي و أجدار ريم لو خبرنا الصورة فصيحة كي لا قرآن كاتوا ابنك مفتوحة ابنك مفتوحة لو صورة دا وبعد أن نفرمه واللم حتم إن فصل أما لمك حتمي أجر فاصل إيجاد يا سعيد المحسن ابن خالد ها تقول أما لي ركان دا فاصل كوتو لبين ابن سعيد أبو محسن تقول فاصل كوتو دي وقت او فاصله ايجاد بو زو طبيعيه كوا عرسي برادري خو مكم بهر نوع الى نوع كان تو فرموي تازه ابن عرسي عفو سعيد هاد فقط سبي مضمون به فتحي جائزني بقراري قطعي زو بجي ووقتي وكذا الضم ان لم يلي الابن بالرفع على من أرزي برادري خومكم هربو جورا علي لمي مناداك قطعية بشرتك واقع نبو بابنك دل ابنو برفياني زوج على دل برفياني كاك ابن فاعل بويدي او اگر وايني لم يقع الابن بعد علم او هاي اصلكي هربو جورا لمي مناداك قطعية بشرتك ابن لدوا على موقع علينا قلبت أما يك صورت لحظة سي صورتك اللي دروز دبت أو يلي الإبن بالنصب علم أما عند الله مفعول به يا
عرزي زناب الدكم بشوين ابن ده علمك هاتبه اما عرزي زناب الدكم لبيشيو علم نبت بشوين ابن ده علم هاتبه اما لبيشيو تي علم نبت اما قد حتيم ضمك قطعيه او كاتبك يا غلام ابن اخينا دقتك اما صورتك يعني صورتي كان اويا بيش ابنك علم نبت صورتي دوما ويا دو ابنك علم نبت صورتي سلمش دروس دبت نبيج ابنك وندو ابنك علم نبن دل هر سي ام صورة دا منادا كده بتب مبني بلا صدم فتحي جائز نيا مثال بترتيب يا غلام ابن اخينا نأخ علمنا غلام علمه يا زيد ابن اخينا زيد علم بلان اخي علمنا كلدو ابنه ويا يا غلام ابن زيد زيد كلدو ابنه ويا علمه اما غلام كلدو ابنه ويا علمني تايرا مطلبك واضحة عشان أفرمي والمم أبين سمى اضطرار نونا مما له استحقاق ضم بينا ملمومك يا منصوبك منادايك لصورة استرار يعني للشعر ده هاتبه تنويني بيبدأ بلم ملمومكين بتنوينه منصوبكين بتنوينه لواني كوا استحقاق الضمان هيو واضحة ومشخصة يعني لواني كوا استحقاق الضمان هي تو لم بتنوين وبيبدا النصب شي بيبدا بتنوين نصبين تنوين دار فتحة داري تنوين بيه في النصب وكو سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام مش شايل من نيوبيتي دوم ده نيوبيتي دوم بصورة صحات ولا نيوبيتي أول شيء هي يا مطر بجاور الشاعر بلا يا مترو دلت يا مترون تقول أمان لاستراد يعني تي لحاطي زارت الشعر دا لرداء مضمومة بتنوينه قطعا أم شعرش بحث ودك هذا لا سلام إخوة أي مطر لسلو خان مبي أما لسلتو يا أخوان بيت أما ظاهرا أفرت هيك بو بري برياري بكسك دا وبشاعر دا وكشو بيبكا أغاك بناي مطر حالك دا تسلو ماريك دو يتباشن كاملة لبيت عقاتي خوي أمشا دي قلتو أو ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي أواقي يعني أوشتانك و بارزغاري دكن معنى شركة جوايا على أو خانما عرزي زناب الدكم لسيني خويدا بالنسبة منوا لسيني خويداني لخوش حاليا دالا لكاتيكا دي من لشدة شر تنغانا دا نجاة بوا لحالك لو أصارت كمني تياب أسير جيرام لو مصيبة دا كمن جيرام أو كانيك لواقع كجران وتياجم بلا من أعزاد بو من نجات بو أو خان ما جائز هركسي هركسي يقبو بيت بو أم آغايا خان مي خوي بو بيت محبوبي بو بيت خشكي بو بيت داكي بو بيت لسيني خوي دا لخوشيان كلواقع دا بلايا وزور زور سيد بو كوام من أم آغايا نجاتي بو بقية كجران عدي وقد كالأواقي باريس غاريان لك دوي أواني كوا باريس غاريا كان ليرا كندا عديا لا أصلا جاي خوي بو مبني بلا صدى ده الأول أول أو لا إن كان علما قاله في الكافية أما طلبة جالبة ولا خو أما طلبة وأزان شرحي شزور باشا شكر لدستايا باوي دوزم أما طلبة آوايا كأفرمي أولا كا باشتر يعني ملموم بيت أجر تبيت على بلا 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 أجر تبيت أجر علم بيت زور تاكا يعني بو تاك ترى چونك الرجوع برو أصلا أصلي منادا كمفردي معرفة بيا لما بس لما كا باشترا چونك الرجوع برو أصلا كا جاء ألي ردا منادا كا لذات خدا مستحق ضمة استحقاق ضمي هيو أو لا بمعلوم شعر بمنصوب شعر دوام أو جاءوا كاتا عرزي برادر خوم كم بلا يعني هادو لاكي درستا هادو لاكي درستا بلا النخي أو كم يستمن الشرح يشدو دابي أو نبوشتي شكو بلا هادو لاكي درستا بلا عرزي زناب الدكم ألا أولك باشتري تاوكو نسبك بو چونك لمك رجوع بأصله چونك من الدفتر المعرفة ملموم الأصل ده
وباش أما قالوا في الكافي المصنف أما طلب إلى كافي خوي دا فرم الكافية الشافية وباضطرار خص جمع يا وأل لا استرار دا باسم لشعر دا تخصيص درا وجمع يا وأل يعني يا وأل قابل جمع بكو فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا أن تعقبانا شرا معنى كي واضحة شهادة كلا ساسية لسر فيا الغلامان أما الشعر دا جائزة منادى داري ألبيو ياشي لسر بيت فقال الشعر دا جائزين الدروزين إلى غير الشعر دا ولا يجوز في الساعة لا غير شعر دا كسعتي بيضلن صحيح نيا خلافا للبغداديين أما طلبة بيتشاني أغاني بغدادي بو كراهة الجمع بين أداتي التعريفي لبر أوي بلانا ومكروها جمع لبين دو أداتي تعريف ده أو أم جا مطلبي تشيكا كا ديلي والله نازم أما طلبة من شويني كا وازانم خو باور كان وإحساس ده كم نمدي ونازانم و من بعش لواقع دا ذكر نكراوة أي وشك أوانيك بقى قول تعليقاتي أنا إلى سل بذات المرضية والله هنا ظلم اشتيك مندي ولا سلي بلن جابويا من بعكي استناد مني لشو دا أمشتها ببيت بلاقت أن لا هم إخوة دا نسيوتي ألا ومحل جواز النداء ما فيه ال إذا كان لغير العادي فإن كانت له لم ينادى أصلا قاله ابن النحاس أها في تعليقه وبلا من بعك فلمه محل جيجي أو كدروز به منادابوني ما اسمك فيه لو اسم دابها بيه هي فيه بما يبنى أخوة جتوانا جيجي أو جيجي دروز بوني منادا واقع بوني اسمك لو اسم منادا دا ألب بيت كاتك كالك أبو غير أحد به درسته بلان اگر علكا بو له بو عهد بو نابت منادى بقرار قطعي تقول لي اما طلبة شنو سيتي ابن النحاسي نسي ابن النحاسي ابن النحاسي حلبي محمد ابن ابراهيم وازانم برك دلان شاقدي ابن مالك بو اگر شاقدي شين ابو بزور ارادة من ابن مالك بو بلان استادي قوري ابو حيانا وتعليقي كي هي ام تعليقي ام فرميتي لسر المقرب ابن عصفور الزور تعليقي كي مفيد تايبتيا كم بخزمتي نقشتو بلا جا جائزني الا مع الله فيجوز في الساعة ايضا لا غير شعر دا لنصر دا دروستا يا للقل لفزي الله قابل جمع بن ايضا تاولي بو لكسرة السماء لشوك زور بكاد جيري يا الله زرت شك ويجوز حينئذ قطع ألفه وحذفها قطع ألفه وحذف درست أو كاتا حينئذ يعني وكاتا جمع بين الله يابو درست سبك قطع ألفك يعني شيء قطع ألفك يعني ألفك كده هم زي قطع حذفنا قبل يا الله كزوتر يا مشهد واحد خويني نوستي ودرست حذف يعني بيك كده هم زي وصل بلا يا الله بلان يا الله خوشت له تسمع تلفظ بهم وحرفة كان بيك خوشت له وبعدها بتله لا قاعده زور بجيه وإلا مع محكي الجملي ومقر لقل صورتك كصورتك محكي جمل بدي يعني جملة بيو كأم جملة دبيت علم بوجولة حكاية كي تواني زرت ساك جا أم جا مطلبك ما يستم اشتكى زوتا وقوكو يا الرجل منطلق بالي لا دبيستين مطلبك دواتر دوات باتاو بتاويكم دا ديلا أما دلن الرجل منطلق متداو خبر الرجل منطلق لكن انا بوتو بوهر كسيتشكا زرت ساكا وقتي درنتي يا الرجل منطلق يعني الفكيتي اللي ناكيتو بو چونك اما محكي ني تو چون بيستو اول جريو نازي بيشتي اخد مل بيوني بل والاكثر في اسم الله اذا نودي ان يقال اللهم بالتعويذ سورة لاسم جلاله دا وقت دبيت منادى دغوتري اللهم بتعويذ هاي تعويذ عن حرف النداء ميما مشددا في اخره بجيجي حرف نداء كميمك مشدد لآخر كودي ولذا لا يجمع بينهما ولا بر أوش كميمك عوض لحرف نداء كجمع ناكل لبين حرف نداء كميم مشدد كدا ميم مشدد كدا شونك جمع بين عوض معوض عنه غلط قطعا وكوالا أتاقي رئاستها فرضا رئيس هي ونائب رئيسي شيء
هەردووکیان وەکو یەک حکم دن پێچەوان مەسەل ناکرێ ینی ئەو ناکرێ کە ڕئیس بوو نایب ڕئیس نیە کە نایب ڕئیس بوو ڕئیسی لێنی ئاوە ئەوە ئەو زۆر چاکە بەڵام وەشەزە یا اللهم الآتي في قريض أي شعر شاذ يا اللهم كديت للمشعر ده لقريضة يعني للشعر يعني كلا شعر ده هاد به أو اشتكي شاذ اشتكي مقبولنيا وهو قوله إني إذا ما حدث ألم ويا أقول يا اللهم يا اللهم حدث يعني مصيبة ألم يعني نزل ئەمن کاتێک مسیبەتێک نازڵ دەبێ و ڕوودەدا ئەڵام یاخوا هاوار یاخوا هاوار قەریزی لە ئەسڵا قەرەست و شەی قەتعت هووە قەرەت ژێنی زا قەتعتە هو مەمثلەن وەختە شتێک لە تو کوردەکەی پێڵەن قەرز بەشەری زڵان قەریز بۆ چونکە لە کەلامەکە چیە قەت یەکەی لە واقعدا ئەوە ئەو لەسەر ئەو مەطلەبی پێشوو کە گوتمان وەڵوم ئەوینسی مەتیرار نوێنە مەطلەبێکە بوو گوتم با زوو تەواویکەم چونکە زۆر ما پێچوو لەم بەحسی ئەم فەصلەوە لە منادەدا ماینەوە نە چونکە واقعەن تەوزی حیدەیت خۆ خەتای من نەبوو عەرزی جەنابت دەکەم مەطلەبەکە ئەوەیە شاعیر وەختێ ناچار بوو تەنویمدا بە منادا کە مناداکە ئیستقاق و لیاقەتی تەنوینی نییە لە واقعدا بەڵکو ئیستحقاقەکەی ئیستحقاقی مەمنی بوون لە سەڵ لەمە لە ئەسڵدا وەکو لۆ دو شەرەدا یا مەتوڕی دوا بخوێندا یا عادیوی دەبوو یا بە خوێندایە وەختێ شاعیر نیازنیە ناچار بوو بەوە منادایەک تەنوینی پێ بدا کە لە ئەسڵدا ئیستحقاقی مەمنی بوونی لە سەڵ لەمی نییە دوو جۆر دروستە یەک قوربان لە سەڵ لەمەکەی وەی هێڵێ کە لە ئەوەڵەوە فەرمووی ئەها فەرمووی شوێ فەرمووی ئیتازە فەرموو وانمضما ما بنوا قبل النداء أو بلا 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 يا نا 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 فرمي والمم أوينصب أها أن هنا أبينا والمم أوينصب مصطرارا نوينا بلا يعني دو جور درسا لصدم ما كوي هنا وي هلا كلا أول فرمي لأولي أمشي لا فرمي والمم أوينصب ها لما كلا بيشوي هنا بو شو كتن هناك عارزي واعتباري فناكلي أما أو دون من أنه يردي بداته وبوصل أصلك أصلك تا نصبه محلي هل منادايك مبني نصبه وبو يدفر من وانصب أمزا أم مسألة مختلف فيه مختلف فيه كلم جيتنا داخل كامل رسد الدنيا قربان لكاتي آوايدا هم بمضمومي وبتنويني ويخويني وبمنصوبي ويخويني هدو شلائي درستا بلا اختلاف ده مختارك ده كامان راجحة كامان درست ده إنا اختلاف دوزبنا كان دانية خليل سيبوي هي دلن لصلا مكا وهل دريو بتنوين أو باشا بوچونك لأصل منادي أو دبي مبني بي لصلا أي تنوينك قولان تنوينك عارض يتباري في ناكر باش بلان أبو عمري بن علاء بسري شاق دكاني وبيرا وكاني ألان ولاكا كان نسب باشا بوچونك رجوع بأصلا لوجده بلا ابو علاوه ابو عمرو بن علاوه الرجوع باصلك نسبيه چونك محلك نسبيه لصنف اللي بيه بلا بلا خليل السيبويه الرجوع باصلك تي اللهم يا اما قربا مطالب يقبول لستي لسر بحثي منادى اتر ان شاء الله استفاده لك البيو جار وباركش بهر حال بخيل وشروق مبن اي قربانا قبوه تانكرا ولبير تانبو دعاءاتي بخيرج وإما بكنو خواهي قولة توفيق بهم لا يقدا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.